استاذنا المرحبا انت المبشر بالاخبار البيضاء، كيف ما كتشوفوا معنا في هذه اللحظات من قلب العاصمه الاقتصاديه للمملكه المغربيه، بطبيعه الحال بعد الماراثون التضامني. شوف الساكنه ديال الدار البيضاء وكذلك الناس اللي جاوا من خارج الدار البيضاء، كاين جمعيات اللي جاوا من مدن اخرى باش يشاركوا وهم بدورهم هذا الماراثون التضامني هنا وسط العاصمه الاقتصاديه للمملكه المغربيه. الشوارع بدات كتعمر بعد انتهائه، يعني ورونا اليوم الاحد حنا كنعرفو نهار الاحد انه كيكون الطريق فيفا، كيكون لومبوتياج ما كاينش، اغلبيه الموظفين عندهم يوم عطله ما خدامينش، اغلبيه العمال ما كيخدموش. الحد الكيفا الحالي كيخلي واحد الارتخاء عند الراحه عند السائقين مستعملي الطريق في المدينه البيضاء اللي كتشهد دائما حاله الحماس الشديد. مراد جيب لينا قهوة، مرحبا خويا تستاهل، الله يا ودي، واجي انت اجي انت نشربوها بجوج كاع، الله يسهل على الجميع، الله يوفقكم، الله يزيد فرحتكم، تقربكم الله عز وجل، أنا دائما التقرب من الله هو مفتاح خير، مفتاح نجاح، مفتاح توفيق، العديد من الأشياء الجميلة في الحياة. مشاهدينا في هذه اللحظات الأجواء الاستثنائية من قلب العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، يأتي اللحظات اليوم شهدت وعشت شوارع المدينه